السلام عليكم البنات حبيباتي، شخباركم؟ لاباس عليكم؟ طولت عليكم الغيبه شويه غير مع الوقت والمشاغل. بزاف البنات طلبوا مني باش نوريهم كيفاش يركبوا الخيط في هذه الماكينه جاكي اشوان. ان بزاف الناس خضوها وعجبتهم وباغيني يشوفوا كيفاش تركب الخيط. انا غنوريكم دابا كيفاش تركبوا الخيط وكيفاش تركبوا الخيط ديال الكانيت، كيفاش كيعمل الكانيت. يعني ثم بسم الله، دابا ملي كتحطوا الجرارة هنا كتدخلوا في هاد العوينة، هادي ولا هادي ولا هادي ولا هادي، أي وحدة، المهم هادو ديال الخيط. هادو هادي اللي بتي تكوني دايرة الكانيت كتركبيها هنا. أولا كديري هنا، كطلعي الخيط من هنا، ردوا البال معايا مزيان. ها انتوما يعني كتدخلي كاينة واحد العوينة هنا، تدخليها ليها هكا، طلعي هاد الخيط من هنا. اتونسيو هذا، اتونسيو هذا، كطلعيها تاني من هاد العوينة، من هنا، من تحت لفوق، من تحت لفوق هاكا، وتهبطي من الفوق لتحت هاكا، فهمتو؟ مش كيفاش كطلعي الخيط الأول من هنا لفوق وكتهبطيه من هنا وكتدخليه هنا في هاد هادي. يعني كتدخلي هنا واحد واحد الفتيحة هنا، كتوركي عليها كيدخل الخيط، كتعاودي تلويها على هاد لاطونسيون. لاطونسيون هانتي كاين واحد بحال شكل جوج بيصلات، كاين وحده جوج كيتشابهو بيناتهم، دخلي بيناتهم، زومي زومي، هانتوما كتشوفو شتي، كاين جوج كتدخلي بيناتهم وكتخرجيه، كيحبسو لك هاد السليبيا، وكتعاودي تحطيها من هنا وكتطلعي. ندير معاكم شويه، كطلعيه كتدخليه تاني في هاد الرقاص، انا نقول له الرقاص، هاد العوينه هذا شتي، وكتجي لهاد البليصه هنا بلا ما تجي هنا، فيه في واحد الفتيحه كتدخليها هاك صافي. وهنا كاين هاد السليك، بلا ما تدخلي الخيط هنا، كتجي غير هنا كديري ليه هاكا، هو دخل بحال كدوريه عليه وكيدخل بوحدو. وكاينه واحد العوينه هنا، ها هي فوق البرا، صافي كتدخليه، كتدخلي في البرا من اليسار لليمين، كتدخلي الخيط من اليسار لليمين، تخرجي من اليمين هاك. نسمشتو طلعي البرا الفوق باش يبان لك ديك العوينه، دخلي لها الخيط شتي، كدخليه من اليسار ديالك، تخرجيها من اليمين هاك، ما تدخليهاش من هنا وتخرجيها من هنا، لا من هنا لهنا، الا دخلتيها من هنا وخرجتيها من هنا ما تتخيطش لك. وندوزو دروكا الكانت كيفاش تركبيه تاهو. دخلي الخيط، ديري الخيط هنا، على العموم انا دابا خصني ندخلو من هنا، ولكن غندخلو من هنا باش نتقرب ليا بير ليا. كتجي لهان هنا، كاينه واحد العوينه هنا، هانت شفتو كتبان ليكم، هاي هادي، دخلي لها الخيط كتدخلي من هاد العوينه وكتدوزي على هاد لاطونسي ديال هانت، كاينين جوج، كاينين جوج مزيين، كتدخلي بيناتهم كتخرجي في هاد العوينه الاخرى، نزيرو شويه بيناتهم، كتخرجي في هاد العوينه هادي هاك، حتى كتدخلي كاع كتشدي ديري ليه هاكا مزيان هاك، كتجيبيه من هنا
حتى جبت الكانيت بال واتا كانيت هذا بواتا كانيت تدخلي بعدا هنا تجيبيه من هنا تحت هذا هنا دارها بحال شكل الموس رمي تلوين خيط عليه واحد شوية تشديه هكا كيقطع هذا انت هيك كتلوي هيك بحال هكا تشدي الخيط مزيان كتجيبي هنا تركبيه هنا وكتسدي عليه هذه بحال هكا هذه كتسديها ملي كتبغي تعمري الكانيت كتوركي عليها هكا هذا كتجيبيه هنا هناك صافي منتي كتكوني خدامة وهو كيعمر ملي كيعمر كتحل هذه بوحدها كتطلق هكا وصافي هذا هو ديال كما وريتكم هي هاد الماكينه هاد الماكينه الموتور ديالها عندها هنا هنا هذا هو الموتور ديالها ما عندهاش بحال الاولين اللي كانوا كيكون عندهم هنا لتحت هنا لتحت شتي كاين غير صافي حد الزيت اول حاجه قبل ما تخدمي في الماكينه ديري فيها الزيت ديالها كتخويه هنا قيلة الشل كتهزيها مهم كتهزيها ها انتما شفتو كتخوي الزيت هنا الزيت ديالها كتخوي داك الاطرو ديالها المهم ديك القرعة ديال الزيت كتخويها كلها عندها القياس ديالها عندها واحد الشريطة ها هي فينا هي داك تما صافي تخوي فيها الزيت هو الأول وكتشعل من هنا باش نحيد الفران اول حاجه حيدي الفران ديال يعني عندها الفران في عندها البوطون ديالها ملي كتشعل البوطون ديالها هنا دابا هي مشعوله هذا هو البوطون ديالها كتشعل وكتطفى من هنا انا خديت هذه ديال تقطيره العينين نصيحه كديري فيها شويه تاع الزيت باش كتقطري شويه هنا لهاد السنان لهاد تقطري هنا لهاد السنان هناك لان ضروري تقطري هنايا ديري شويه الزيت هنايا كديري فيها هذه كديري فيها شويه تاع هذا باش كتقطر لك هنا ملي كتسالي الخدمه كتقطريها باش الا كان شي خويطه طريفه تاع الخيط ما يحبسوش لك هذوك السنان انا كانت وقعت لي ولكن نصيحه الى كنتو بغيتوها دابا غنوريكم كيفاش كتخدموها دابا انا غنطفيها ونشعلها هي غادي تطفى تقعد واحد المده اللي كتطفى دابا غادي نشعلها نوريكم ملي كتشعل شتي ها انت كيبان لك هذا كيدور تخليش يدور كتوركي على هاد بي ها هي بي هاد بي كتوركي عليها كطلع لك بي زيرو اه راه من يقلها من بعد وغنوريكم كيفاش تريقلو عندها هاد البطونات كيفاش تخدم البراغ وعندها هاد الغرز عندها هاد الفران هذا كتوركي على هاد الفران هذا كتهبطي هذا وكتدوري عندك هنا كاين ثلاثة خمسة أربعة ثلاثة جوج حسب الغرز اللي بغيتي المهم كتهبطي هذه وكتوركي على هاد الفران هذا ها الفران عندها هنا صافي كدوري الغرزة اللي بغيتي كطلقيها
وحنا كاين الضو كيتشعل لثلاث مرات، كاين شي فهمتي، دي مجهدة، دي ميان، هادي خفيفة، صافي نمياتي، تطفيها طفيها تخليها هكا. المهم هذا هي جاكي اشوان، زوينة في الخدمة وزوينة حتى في بالنسبة للمبتدئات، زوينة ليهم. انا كنعرف شي ناس شحال وحدة خداوها وعجبتهم في الخدمة، خفيفة، ما فيهاش السرعة بزاف، كتحكمي لها في السرعة ديالها، بيتي السرعة المجهدة راه كتحكمي فيها، بيتي كديري لها، المهم هنا من هنا كتحكمي في السرعة، كتزيدي في السرعة كتنقصي في السرعة، من الأحسن خلي السرعة بين الزيادة وبين النقصان، ما تزيديش فيها ما تنقصيش. الماكينة إلا كنتي كديري لها السرعة المجهدة كتخرجي عليها، من الأحسن ديريها بينها وبينها. وهذه هي الماكينة اشوان، تبارك الله عليكم.